بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركات الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان نحييكم ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب تحية وترحيب من ميدان الظفرة ومن مهرجان الظفرة 2023 لتعلن انطلاقة شوطنا السادس للقعدان، سادس رموزنا في هذا المساء. شوط البندقية ينطلق على بركة الله وتوفيقه، انطلقت الشعارات وحضرت الأسماء الكبيرة، الأسماء الخطيرة الحاضرة من أجل الفوز، الحاضرة من أجل الناموس، الحاضرين من أجل الانتصار الغالي. الله يا هي أسماء يا هي شعارات. ليبدأ مع البداية، أبدأ مع الصدارة في هذه اللحظات لأتابع من يتقدم والضاح بشعار عبد الله بن سعيد بن خلفاء بن حسين الهاملي. من يقدم لنا شعاره؟ من يقدم لنا والضاح مع البداية بينما المركز الثاني، بينما الحضور في هذه اللحظات يتقدم مع ثاني المراكز في هذه اللحظات. تابع الاسم الحاضر، الاسم القادم. يتقدم هذا الشعار الخطير، هذا الشعار المميز، الحاضر مع المركز الثاني شويمان حمدان بن عبد الله بن هزيم الشامسي. يقدم لنا شويمان مع المركز الثاني، المركز الثالث، الحضور في هذه اللحظات. يتقدم ايضا ويحضر بهذا الحضور الشامي العوض بن حمدا بالكيلة العامري قادم، بينما الحاضر الجذاب الجذاب اشطيط بن سالم بن راشد الاكتبي هو الحاضر في هذه اللحظات. والمركز الخامس القادم مع المركز الخامس، الحاضر بهذا الحضور الجميل، بهذا الحضور الكبير، يتقدم ويحضر هذا الشعار. الله يا الشميمي عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب، هكذا النداء الاول، هكذا النداء للاسماء الحاضره. لكني اعود الى وضاح، وضاح يا وضاح، عبد الله بن سعيد بن خلفاء بن حسين الهاملي. من يقدم وضاح مع اول المراكز، مع اول التحديات؟ المركز الثاني، الحضور في هذه الاثناء من شويمان لحمدان بن عبد الله بن هزيم الشامسي يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثالث، المركز الثالث القادم الاحترازي حمد بن عبد الكريم بن مزعل بن عثمان السعيد. من يقدم لنا شعاره؟ وشعار بالكيله، شعار بالكيله هو الحاضر. الله يا سلام، اسد هو القادم وحايلتك حاضر. رقش من طبازه بالدوده العامري، ما رقش من يتقدم في هذه اللحظات مع شعاره العامري. البندقية تنتظر، الرمز ينتظر، 400,000 درهم في الانتظار. يا للقعدان، يا للاجذاع في اشواط الابداع والامتاع. اعود الى وضاح، وضاح يا وضاح، يتقدم وضاح. عبد الله بن سعيد بن خلفاء بن حسين الهاملي، الهاملي بإنجازاته، الهاملي ببطولاته، يتقدم ليقدم لنا وضاح المركز الثاني.
القادم شويمان لحمدان بن عبد الله بن هزيم الشامسي، وحايلتك قادم، حاضر حايلتك بهذا الشعار يتقدم رغش بالطباز بالدود العامري المركز الرابع، القدوم من النجمي احمد بن عبيد بن نور العامري، وشعار بن كليب مع المركز الخامس يقدم لنا الشميمي قادما مع المركز الخامس عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الاكتبي، يقدم لنا شعار خمسة أسماء خمسة شعارات، الكل حاضر الكل حاضر من أجل الفوز من أجل الرمز الغالي الرمز المنتظر، ولكن وضاح 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 الله عليك يا وضاح، عبد الله بن سعيد بن خلفاء بن حسين الهاملي الهاملي 1200 يا راعي وضاح 1200، وستتضح الامور يا راعي وضاح وضاح وضاح، حايلتك مع المركز الثاني الكيلو الاخير الكيلو الخطير، حايلتك وضاح وضاح وحايلتك، وشويمان قادم والنشمي قادم ايضا في هذه اللحظات، طارن القعدان اقلع عن القعدان 800 متر الاخيرة، وضاح 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 والنجمي النجمي مع المركز الثاني النجمي وضاح وضاح والنجمي النجمي وضاح الهاملي الهاملي، ولا بالنور العامري ولا بالنور العامري، بن كليب قادم بن كليب حاضر مع الشميمي عبد العزيز بن سيف بن كليب، وضاح وضاح ولا النجمي النجمي على اسمه نجمي الى الرمز بالنوره الى الرمز العامري رمز للرمز يا راعي يا راعي النجمي النجمي اهل الظفره اهل الظفره، هذه عوايدهم هذه عوايدهم هذه عوايدهم اهل الظفره اهل الظفره، يعرفون الرموز يعرفون الرموز، يا العامري يا العامري احمد بن عبيد يا ابو عبيد يا ابو عبيد يا مميز يا خطير سلام يا اهل الظفره، سلام ابو عبيد سلام يا راح النجمي المركز الثاني، وضاح لعبد الله بن سعيد بن خلفاء بن حسين الهاملي، والمركز الثالث كان حضور حايلتك رغش بالطباز بالدوده العامري، والمركز الرابع كان حضور شعارك يا بن كليب مع الشميمي عبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي، والمركز الخامس هياض لحمد بن محمد بن مبارك المهيري، تهانينا والف مبروك لمالك النشري احمد بن عبيد بن نوره العامري، خاطي في هذا الرمز ومهدي ابناء هذا الميدان ومحافظا على هذا الرمز مع النشمي وعلى اسمه نشمي، وانت نشمي يا ابو عبيد قدمت الاداء الكبير قدمت الاداء المميز مع شعارك الكبير مع شعارك المميز لتخطف هذا الرمز الغالي، التوقيت 7 دقائق 38 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، المركز الثاني وضاح لعبد الله بن سعيد بن خلفاء بن حسين الهاملي، قدم أداء كبير أيضا هذا الشعار مع وضاح 7 دقائق 39 ثانية 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والف مبروك، المركز الثالث كان حضور حايلتك لرغش بالطباز بالدودة العامري، توقيته 7 دقائق 41 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.